يعني واصل احنا ماشيين داخلين السنه الخامسه والثوره لسه متعثره، ودخلنا في حرب ودخلنا في تشرد ودخلنا في حاله اصلا ما كنا متخيلينها. ولذلك ممكن جدا الموضوع يستمر ثاني لخمس سنين. نرجو ان لا يحدث ذلك، ان الناس يرجعوا للتفاوض، يمشوا في جدي يتفاوضوا ويتفاوضوا انا افتكر الحرب بتعلم، ما اصل الشعوب بتتعلم بالحروب. يعني المانيا ما كان ممكن تستقر وتنهض نهضتها دي لولا ان الحرب قضت على النازيه وقضت على الصلف بتاع سياده الجنس الاري، ويعرفوا انه هم ناس زي بقيه خلق الله دي. يعني هم انتشوا ب يعني الاجتياح السريع بتاع حول اوروبا، اخذوا النمسا واخذوا سويسرا واخذوا فرنسا والحقوا انجلترا دي لحد ما كادت ان يعني تجثو على ركبتيها مستسلم، الى ان جول الامريكان من خلف الاطلسي ودخلوا في الحرب وعدلوا ميزان الحرب وانهزمت النازيه، وجوا الروس من الشرق اخذوا كل المناطق ديك، رجعوا الغزو النازي بعد ما وصل لنينغراد، رجعوه لحد ما دخلوا البنكر بتاع هتلر في برلين. ولذلك الحروب بتعلم، وده الكلام انا قلته كثير عن ابن عطاء الله السكندري الحكيم الاسلامي المعروف، قال من لم يسر الى الله بلطائف الاحسان قيد اليه بسلاسل الامتحان. ولذلك انت اذا مشيت بعقلك وبالحكمه امورك بتمشي بتتجنب الكوارث، اذا ما مشيت بالعقل وبالحكمه ربنا فصلت عليك الكوارث لتتعلم، لانه الله داير يعلم الناس، الله داير يعلم الناس. يا سلام يا دكتور، دي نقطه جميله جدا، نقطه الاخيره ذكرتها. دي الصورة. يعني أن نحن نرجو أن الحرب دي تكون علمتنا كلنا، الدعم السريع يعرف أنه ما بيقدر يحكم البلد دي براه، الكيزان يعرفوا أنهم ما بيقدروا يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء ويرجعوا للتمكين بتاعهم والاستبداد على الناس ويستخدموا الخطاب الديني ويضللوا الناس ويأكلوا قروش.